رد فعل حزب الله وأطلاق الصواريخ على إسرائيل هل كان على مستوى يعني الاعتداء الإسرائيلي؟ وكمان بتشوف إزاي دخول أطراف أخرى عربية في الصراع؟ يعني مثلا شفنا إطلاق صواريخ من العراق. شوف حضرتك، الحرب هي تعريفها معروف، هي استخدام القوة من أجل تحقيق أهداف سياسية. مش حد بيحارب عشان يحارب إلا في البلاي ستيشن. في الحياة الواقعية الحرب هي وسيلة استخدام القوة عشان نحقق أهداف عسكرية. والحرب ما هيش تعريف واحد، والتفوق في الحرب بينصرف في الأساس لشيء واحد بيسموه هو إخضاع إرادة الخصم أو هز إرادة الخصم. ومن هنا بتيجي كلمات كتير بنقراها، يقولك الحرب النفسية، حروب الأجيال المختلفة، كل دي من أجل إخضاع إرادة الخصم. طيب إسرائيل، وده عملته في غزة أول، قصفت بكل ما تملك، وهي تملك أكبر قدرة عسكرية في المنطقة تدميرية من الولايات المتحدة الأمريكية، عملت ده في غزة مدة سنة مع مقاومة صغيرة العدد صغيرة الإمكانيات، وشعب يعني نزح 20 مرة وأصيب بالأمراض ومروحش المدرسة، وتاني سنة دراسية طارت، يعني كل 55 ألف جريح و 41 ألف شهيد. إخضاع إرادة الخصم ما تمتش. إسرائيل لها هدفين من كم قصف غزة، وده بتحاول تفكر فيه في لبنان. الهدف الأول هو التدمير الشامل، حيث إنه ده يبقى درس عبرة. تعرف الفتوة اللي في الحارة، في الحارات زمان، اللي هو يطلع واحد بيقول له أنت بتكلمني كده ليه، فيروح مكسحه عشان ما حدش تاني يفتح بقه. إسرائيل كانت عايز تدي غزة كمثال عشان يتقال اللي اتقال في بعض وسائل الإعلام إنه لبنان مش هيبقى غزة تاني. فده هدف معنوي. الهدف الثاني إنه غزة لا تصلح لأي مقاومة، خلاص يعني كسرناها، نحاول نوصل للأنفاق. الهدف الثالث ده الأهم، إنه أهل غزة يضيق بهم الحال فيرفضوا فكرة المقاومة فيثوروا على ولادهم. ما المقاومة دول مش مرتزقة جايبينهم من دولة أخرى، دول أولادهم، دول أولاد الشهداء، أولاد الشهداء اللي في الحروب السابقة، أولاد شهداء 2008 و2014، هم أولاد وأبناء وأحفاد الشهداء اللي ماتوا في 67 وماتوا في 48، هم. فهو كان متخيل أنه الإفراط في الضرب والعنف في غزة سيجعل من سكان غزة يتمردوا على المقاومة. طبعا ده لم ينفع. الدرس ده بيحاول يعمله في لبنان، أنه بيضرب، بس في لبنان في حذر، هو خايف يضرب في المناطق المدنية، لأنه في حزب الله حتى الآن لم يضرب مدني، لكن يملك أنه يسحق مناطق مدنية، لأنه الصواريخ اللي عنده، مش هقول الصواريخ الموجهة، الصواريخ العمية اللي هي فرط الصوتية، وفي صواريخ أخرى موجهة عمية، دي لو جت في مناطق مدنية هتقتل المئات. هو ما عملش ده في لبنان خوفا من الرد. اتنين، انه لبنان في الاخر دولة، لبنان الاخر له علاقات دولية، يعني في اوروبا دول اهمها لبنان، من اهمها فرنسا، والمندوب الفرنسي موجود حاليا في لبنان من اول امبارح، والولايات المتحدة وكذا. وبالتالي اخضاع لبنان لدرس غزة لن يفلح. والخيالات اللي وصلها نتنياهو وصلها اول امبارح، انا بقول لحضرتك توقعي انه لن يحدث تصعيد، قد يحدث وقتي، لكن الامور، الهدف الرئيسي اللي هو عودة السكان هيزداد يعني سوءا، مش هيتحقق، هيزداد عدد الراحلين. الولايات المتحدة الامريكية مدركة انه الموقف كده ممكن فجأة، بالرغم من الاطراف، انا بقول بصراحة لا اسرائيل عايزة اتساع حرب بحيث يشمل الاقليم، ولا حزب الله عايز حرب تشمل الاقليم، لكن مثل هذه الحروب ما بتكونش بقرار يا استاذ رهام. ممكن يحصل تطور خاطئ، ممكن اسرائيل تضرب، بيطلع الطيران يضرب في بيروت، يروح ضرب منطقه مدنيه، يضرب قصر بعبده، قصر الرئاسه، يضرب اي شيء غلط يقتل مئات، او حزب الله يطلق صاروخ على منطقه بجوار تل ابيب، يجي في تل ابيب يقتل مئات، هتبقى الحرب فعلا. لكن الاطراف مش عايزه حتى الان، وبالتالي عدم تحقق الاهداف، التوازن اللي واضح انه النهارده اتضح اكتر. والتوازن هنا تاني بقول مش مين هيستولي على الارض من مين، ما محدش داخل بري، هو قد ايه تقدر تجعل خصمك يخشى على نفسه او على رعاياه. نعم. اسرائيل الان تخشى، وبالتالي انا اظن الامريكان ادركوا ده، واظن ان الامور ممكن تاخد مرحله من التصعيد ثم مرحله من الهدوء.